ولمتابعة الموضوع ينضم إلينا من لندن المحلل السياسي سامر خليوي. أهلا بك سيد سامر. اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قيادات في تحرير الشام بينهم الجولاني. ما هي دلالات الاستهداف بالتزامن مع الحشود التركية المتزايدة على الحدود مع سوريا؟ نعم، في الحقيقة روسيا دائما تعلن عن ذلك، ولكن يتبين فيما بعد أنه غير صحيح. أعلنت من قبل أنها استهدفت وقتلت أبو بكر البغدادي، ليتبين بعد ذلك أن هذا غير صحيح. أنا أعتقد أن روسيا تريد من هذه التصريحات أن توحي أنها تحارب الإرهابيين وأن عملياتها لا تستهدف المدنيين، فالكل شاهد ما تفعله روسيا على الأرض، هي تحرق الأخضر واليابس، تستهدف المدنيين، تستهدف المستشفيات، تستهدف كل البشر الموجودين هناك باعتبار هذه المنطقة خارجة عن سيطرة بشار الأسد. أما بالنسبة للحديث عن الموقف التركي، فأعتقد أن نتائج اتفاق بوتين مع أردوغان بدأت تظهر، الجو كامل للروس والأرض للأتراك. وكما هو معلوم أيضا أن هذه الحشود هي ليست وليدة الساعة، هي كانت قبل اتفاق أو قبل لقاء بوتين أردوغان، حيث كان الحديث يدور حول دخول تلك القوات إلى منطقة عفرين، بعد ذلك أصبح الحديث عن دخول تلك القوات إلى إدلب بعد الاتفاق مع روسيا. طيب سيد سامر، ما الذي تنتظره تركيا حتى تبدأ نشر قواتها في إدلب؟ نعم، يعني كما هو معلوم تركيا لا تستطيع أو بالأحرى يعني لا تقدم على هذه الخطوات دون اتفاق كامل مع الجانب الروسي ومع الجانب الإيراني، ومن دون هذا الاتفاق هي لا تتقدم ولا تفعل أي شيء. أنا أعتقد أن التأخير كان من حيث التواصل مع الفصائل كي يتم تجنيب إدلب هذا القصف، وكي يتم إبعاد هيئة تحرير الشام عن إدلب. على ما يبدو أن يعني لم يصلوا إلى نتيجة، وتم الاتفاق أن تكون روسيا لها الجو كما قلنا والأتراك لهم الأرض. إذا هل سنشهد توافقا روسيا تركيا إيرانيا على وضع حد للحرب في سوريا بعيدا عن واشنطن؟ يعني نحن نتحدث عن خفض التصعيد، أما الحل لا يمكن أن يكون هناك حل السياسي بسوريا دون موافقة الولايات المتحدة والدول الغربية. وأيضا بالمقابل هناك الكثير من الدول تعترض على وجود إيران بشكل خاص، أنها كطرف راعي أو وسيط للحل السياسي. الكل يعلم أن الدور الإيراني دور مخرب، دور بعد نظام بشار الأسد على ارتكاب الجرائم، وأيضا هناك الدور الروسي، ولكن قد يكون الحديث عن الدور الإيراني أكثر من الحديث عن الدور الروسي. نعم، شكرا لك من لندن المحلل السياسي، كنت معي سامر خلاوي.